تابعين معكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من بتحلى الحياة، بنوصل للفقرة الخاصة بأخبار المشاهير العالميين وبنستقبل سينتيا سامويل. هاي سينتيا، مثل العادة أحلى لوك. يا هلا سينتيا، عن شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم الخبرية أكثر على كيف أوقات العالم ما بيفكروا قبل ما يعملوا شيء اكشن، يعني عم بحكي كالسيلبرتيز وكمان كالفانز. كيف يعني؟ يعني اول خبريه بدنا نبلش بدونالد ترامب. رده فعل سريعه قصدك يعني؟ انه هلا بتشوفي مع خبريتي، مثلا دونالد ترامب نحن بنعرف انه ايه عنده كمان بيج جروب اوف فانز، بس كمان عنده عالم ما بيحبوه كثير. صح. هلا في شخص عامل شغله شوي بركي منا لايقه، انه كانت بشعة الشغلة، لأنه راح على سنترال بارك نيويورك سيتي وحط تومستون مع اسمه لدونالد ترامب عليها. إيش؟ إيه، وأكيد أخذت يعني ضجة كتير هيدي الصورة. عم تشوفها هلا. وصاروا كل العالم يعني أكيد كتير عالم أخذوها كجوك يعني وبلشوا يضحكوا، بس أكيد هو بده يتضايق. أكيد. وإسبشلي إنه مكتوب تحت على التومستون، مش عادة بيكون مكتوب مثلا بأمريكا شيء مثل loving father and brother. إيه إيه إيه. وكان مكتوب made America hate again. إيه يعني شغلة كانت أكيد بدها تضايقه لدونالد ترامب. تجرحه. أكيد تاني نهار دغري شلوها، بس دونالد ترامب نحن بنعرف دغري بيصير قاسي عن الموضوع، عم بجرب يلاقي الشخص اللي عمل هذا الشيء لإله، بس تيقدر يعرف ليه. إنه الفانز أوقات بيزيدوها بالقصص، بس هو بده يتوقع إنه كمان في جهة كتير كبيرة بتعارضه. أكيد. وأوقات كتير بتكون يعني الملاحظات أو الانتقادات بتكون جارحة، فبده يتعود كمان. صح. أوكي. هلا تاني خبرية هي نحن بنعرف إنه زين مالك قبل ما يكون مع جيجي حديد هلا كان على فترة طويلة engaged مع ميوزيشن اسمه بيري إدواردز. كانت هي بالجروب ليتل ميكس، هلا صاروا كتير معروفين بغنوا وورلد وايد. هلا هن الانجيجمنت تبعهم كان كتير اون اند اوف، كانوا يضلوا يتركوا ويرجعوا، بس كان كتير يحبها لدرجة اشترى بيت لأمها $350,000، اشترى لها بيت بس لإلها فهي تكون مرتاحة، حد الأولاد يعني، حد هو وبنتها. وهلا من بعد ما تركه قال للأم إنه بده إياها تظهر من البيت تيرجع ياخذ البيت، لأنه ما بده شي يكون حده خاصة بالبنت. فهيدي الشغلة إنه بطريقة بده يفكر إنه ما كان لازم هو يبعد هالقد إذا كان مفكر كان رح يتركها، لأنه تيجيب لها بيت يرجع يقول لها لازم تفلي، إنه شغلة حرام المرة يعني. إيه إيه. يعني بحقه مش حلوة. أكيد. بس هو قال إنه إذا ما بتظهري رح أخذك على الكورت ورح أحكي لويرز تبعي تيظهروك. يعني كمان انفصلوا على خلاف كتير كبير، تهالقدي هو كمان مزعوج. أكيد. يعني كان في كتير مشاكل بينه وبينه لبيري إدواردز، بس إنه كمان في احترام في لايقة شوي. حرام. صح. إيه. لحدا كبير بالعمر يعني إذا عم تحكي عن أمه. أكيد. بفتكر فرجونا صورة عن بيري إدواردز وأمه مع زين مالك. هيدا هي أمه تحت. وشغلة كانت صعبة إنه بيري إدواردز بعدها لهلأ ما بدها تحكي مع العالم عن الموضوع قد ما تضايقت منه، إنه افتكرت إنه هن تركوا بطريقة إنه they're friends يعني كل شيء منيح بيناتهم، بس أكيد ما بنعرف شو بيصير. صحيح. هلأ آخر خبرية لليوم عنا إياها هي عن بنت اسمها جيسيكا لونديس. هي هيدا البنت كانت مشهورة كثير بشو اسمه 90210، كان تي في سيريز بأمريكا كثير معروف. أنا كنت أحضره للشو. هي جيسيكا ضلت صاحب وتترك، بس آخر فترة تركت وبلشت تحط مثل صور صغار على الإنستغرام، مثل إنه رجال حاطت إيده على إيده، تحط there's a new man in my life. أو مثلاً تحط بوزة كابس بوزة حد بعض تحطهم على الإنستغرام، تقول you say sugar daddy بس I say ice cream. وهيك خبار كأنه عم تحرق حداً يعني، مسجز لحداً. إيه. عم تعطي هنس للسوشيال ميديا العالم اللي عم بيشوفه إنه إيه منه بعمره. انه هيك هنس، انه بيشوفوا انه ايده مبينه انه كبير، بيشوفوا انه شوجر دادي هيدا عاده انه اكبر منها. ايه اكبر منه. فطلعت انه هي عم تظهر مع الاكتر جون لوفيتس. اوكي. هو تبع ساتردي نايت لايف، واكيد هو كان كثير مشهور من فريندز. هلا بنفرجيكم فيديو صغير لتتذكروه شوي. واللي هو اكبر منها ب 31 سنه. اوف 31 سنة مش هينة. شوجر دادي على القد يعني. على القد. رح بشوف هلا الصورة بعتقد. على كل حال ها.
Everything looks so good. I think I'm gonna have the chicken. I just have to say this. You're really beautiful. Oh, well, that's very sweet. Thank you. I'm kind of funny looking. What? Well, I mean, come on. You're way out of my league. Everybody in here knows it. That guy over there is probably saying, ooh, I shout with him. He must be rich. Well, I'm not. Okay. Well, I guess then the joke's on him. هون ذكرناكم مين هو عن مين عم نحكي. هلا هي اكيد قالت انه في كثير عالم رح ينتقدونا ويقولوا لي انه ليه عم تظهري مع هيك شخص هو اكبر منك بكثير، بس هي قالت انه اهم شيء هي انه بيضحكها بغير لها جو حياتها فانبسطت معه. سينتيا سامويل نحن بنشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا فيكي وميرسي على كل الاخبار يلي قلتي لنا اياها.